اول واحد في العالم كيشري سياره هو مغربي. الى رجعنا للزمن اللور غنلقاو بلي اول واحد شرى اول سياره صنعت فوق هذه الكره الارضيه كان مغربي. بروميير ا ايتي اشتي بار لو سلطان دو ماروك، وكانت هي سياره المرسيدس دايملر موتورز ترانسن واغن، واللي كتملك محرك باسطوانتين فقط واللي كتوصل السرعه القصوى ديالها 22 كيلومتر في الساعه. الشخص اللي سراه هو المولى الحسن الاول واللي هو ملك المغرب. هذا الخبر موجود في شركه المرسيدس عباره عن لوحه واللي كتعتبر الان تحفه تاريخيه ومفخره للشركه. فعام 1892 فاجأ المولى الحسن الاول العالم باسره عندما اصبح اول شخص يشتري سياره المرسيدس اللي كانت كتمشي بالغاص في الوقت اللي كان جميع الملوك والرؤساء ديال الدول كيمشوا بالبغال والخيول. واللي طرح تساؤل كبير ودهشة عن هذه العربة العجيبة التي لم يروا مثلها من قبل، واللي اعتقد البعض بأنها ضرب من السحر، ولكن الحقيقة ملك المغرب كان رائد في استخدام التكنولوجيا ومتفوق على نظرائه. ومنذ ذلك اللحظة بدأت مسيرة المرسيدس نحو الشهرة والهيمنة متخذا النجمة الثلاثية